السلام عليكم السيدي. هذه شركة ديال تريتور بن يحيى، ممول حفلات ديال سيدنا الله ينصره، ممول حفلات يعني شركة كبيرة. هذه الشركة بدينا معاها ملي كانت ما عندها حتى شي حاجة، ملي ما كان عندها والو، حتى ولينا تبارك الله وصلنا لهذا الشيء. هذا كما تتشوفوا شركة كبيرة واصلة في الحقوق ديالها. يعني هذا السيد هذا تنوصل لواحد الدرجة ديال أننا تخدموا ثلاث أيام أربع أيام ليل ونهار، تيجي تيقبض وتيخلصك في ثلاثة السوايع أربعة السوايع. علاش؟ ما عندكش واحد القانون اللي تيحميك، ما عندكش واحد اللجنة اللي تدير واحد المتابعة، ما عندكش بزاف ديال الحوايج. تنطلبوا حنايا الحقوق ديالنا، وتنطلبوا دايرين وقفات احتجاجية ودايرين إضراب على الحقوق ديالنا. هو باغي يتهنى من الناس اللي عندهم الأقدمية، وباغي يدير كونترات، وباغي يدير مشاكل وحدة أخرى، وباغي يدير ناس وحدة أخرين ويسلم الناس اللي عندهم الأقدمية. شكرا السيدي.